حيت ما عنديش باش نخلص الكرا وخرجت، كنت كاريه عند وحده وخرجت من عندها. ملي خرجت من عندها وانا في الزنقه حتى واحد ما تسوق ليا، وانا دابا كنمشي كنبات في محطه ولاد زيان وما عنديش السكنه. اللي كنطلب انا من الناس المحسنين يتعاونوا معايا خنكري عبيت فين نسكن انا وولدي، ما طالبه حتى شي حاجه من عند الله، طالبه غير نكري على بويه لولدي فين نسكن انا وياه. وما عندي لا معيشه لا الدري ما كيقرا ما والو، ما عنديش حاله مدنيه باش نحط ولدي. واش ما عندكش حاله مدنيه وانت مزوجه كتقولي مزوجه؟ عندي كغادي جوج ولكن ما دايرهاش، ما قطع لي الوراق ديال الدري ديال السبيطار وقطع لي ديال الجلبه. شنو قطعهم؟ هو بواه. علاش قطعهم؟ قطعهم ضربت انا وياه هو يقطعهم ولا حولي في السطال ديال الماء. ديما كيسلخكم ديما كيسلخ الدري. علاش كيسلخ الدري؟ ديما ما عرفت، نكونوا غاديين في الطريق ويبرد فيه الغديد. وما دار لي الدري مسكين والو، غير قال لي بابا شد لي الطاكسي ويبرك عليه بلاصه. راه شافوا السيد اش دار حدا لوطوروت. فين وقع لكم هادشي؟ هادي حدا سميتو في بومبيه. ديال البومبيه؟ في كتفو العافيه. واش ديما كيضربوا ولا اول مره؟ ديما كيضربوا كيزقلوا ديما كيعطيه، والدري بعض المرات كيبقى يجري عليه وهو غادي الشانطي ما خافش الطوموبيل الله يستر تم جاي وضربوا ولا شي حاجه. ملي كيضربوا انت ما كدير؟ كنغوت كنخاف يجي يضربني تانايا. ها قبيله غادي معانا وياه في الزنقه قال لي غنقتلو، من حقي قال لي نقتلو. دابا فين هو الراجل؟ دابا راه شادينو البوليس. جاو حضروا البوليس؟ اه. شو دابا فين غادي تمشي دابا انت يا فلان؟ دابا انا بغيت نمشي فين ما بغيتو ديوني. يعني الا كان مثلا تمشي لشي مركز مثلا فين تقلتي فيه حتى يدير الله شي تاويل خير؟ نمشي. تمشي؟ اه. عندك غير هاد الوليد ولا عندك شي وليدات اخرى؟ عندي ولد اخر مشى ليا ومشاو ليا جوج دراري. هرب قال لك ما نبقاش معاكم في الزنقه. شحال في عمره؟ غادي يكون عنده شي 6 سنين. 6؟ اه. وهرب؟ هرب الراس وما جرى عليه حتى واحد. عندك غير هاد الجوليدات ولا عندك شي حد اخر؟ عندي جوليدات وربعه البنات. ربعه البنات فينهم؟ عطيتهم يتربيو. ملي كنت كنبات في الزنقه عطيتهم. وباهم هو هذا اللي هذا هو باهم هو هذا ما كاين حتى شي واحد اخر. في الزنقه والوالده تسكت الاولاد كنت كاريه ماشي كنت كاريه. الفقر وكاريا وست الاولاد فين غادا؟ هو هذا الراجل هذا واش مريض ما كيقدش يخدم؟ عنده بوز اللوم، كان دوز على الطبيب قال لي عندك هذيك اش كيقولوا لي ما عرفتوش. هو كان في يدير كسيده راه عادي تصاور ديال الكسيده. ما كيقدرش يخدم ما كيقدر يدير. قال لي ما تهش تقل، قال لي الطبيب ما تهش تقل. ويعرف يصلح ولادو؟ اه يصلح ولادو. وما كيديهاش فيهم هي جوج انا اللي هازاهم. كيفاش هازاهم؟ كتخدمي في الديور ولا؟ لا كنسعه كنسعه في الجامع ديال الوحده. لا دابا انت تقدري تخدمي تقدري ديري شي حاجه ولا؟ دابا انا عندي فقر الدم وما عنديش خاطر قال شي ضروري. ريسات كل من تبغي تمشي؟ ها؟ شنو تبغي تقول للناس المحسنين؟ كنطلب منهم يخلصوا لي غير يخلصوا لي عبويه نسكن فيها انا وولدي، ما طالبه حتى شي حاجه من عند الله. بقى عندك ولد واحد اللي بقى عندك؟ هو اللي بقى عندي السي محمد ولدي راه مشى، راه عندي تصويره ديالو. ما عرفتيش فين مشى؟ لا. قداش الدري؟ كبر منه شويه. بيناتهم شحال من عام تقريبا؟ لا هو هذا كبر منه كبر منه بزاف. اذا هذا عنده السنين الاخرى يكون عنده 8 سنين. اه. وعلاش هرب جاهو؟ من شافنا كنمشيو للمحطة ولا الزيان هو يهرب صافي مابقاش بغا يبقى معايا. كما كيضربو توا بو؟ تا هو كيضربو تا هو تعطيه لاصا. غير باش نوضحو السادة المشاهدين، الضرب فيه وفيه، هذا ضرب مبرح، ضرب وحشي باش تشد عكاز أولا تشد. خليه هي تعاود لينا كيفاش ضربو. عاود لينا كيفاش. دابا هو دابا أنا غادا أنا وياه في لوطاروت حدا فيك المطا فيه كيطفيو العافية. هو هذا قال لي شد ليا بابا الطاكسي باش نمشيو لكازا. درتي بحال هكا غادي ساكت غادي ساكت وزيتي عطيتي لقيتي تعطيه الوجه والراس. باش كان كيضرب؟ بعكاز. بالزنقه؟ بالزنقه راه الناس شاهدين. انا غادا بي غادا نمشي عند البوليس باش نقول لهم يجيو يديو.
حكموا عليه بخمسين ديال الحبس، ما مربيش هذاك. هادشي اللي كنطلب من الناس. يعني ما غتندميش الا تشد الراجل؟ يتشد، ما عنديش فيه سوق انايا، علاش يضرب لي الدري؟ كون قتلو. كون قتلو غنمشي انا وياه للحبس نطربه وجوج. علاش انا غنستر على الجريمه؟ ما نسترش عليها. اليوم ضربتيه الوجه، غدا ما كاين باس، مره اخرى غتقتلو. يعني خصو يمشي يتربى. شحال مره هو كيضرب؟ ديما كيضربو ديما. وعلاش بقيتي ساكته زعما بعد بغيتي؟ وانا دابا عاد لا، ولكن كون فوت فيه شي دقه ديال شي نهار ولا كون قتلو. وبعض المرات كيجري عليه وهو كيهرب للشانطي. كيهرب للشانطي ياك. يا كون جات فيه الله يستر شي طوموبيل ولا ضربو شي. تمشي دير له تنازل؟ لا ما نديرش ليه التنازل. انا اللي كنطلب، انا اللي هز ولادي. اش داير لي انا؟ جايب لي والو. دابا انت هاد الحركة تعيشيها معاه ديما وعندك معاه بزاف ديال الولاد وديما كيتعدى على ولادك وكيتعدى عليك انت، شنو صبرك معاه يعني؟ شنو ما عرفت ما عرفت ما عرفتش. صابر على شافني دابا يتيمة، ما عنديش ما عنديش امي وما عنديش با، مات والله يرحمه. انا عاب بنت سيدي مصاد من الدار البيضاء. واش هاد السيد كان خدام من قبل وكان في كان داير كروسه كيبيع ويشري؟ عمرو علي غير الناس. مشيتي طايتي الكاروسه في هذوك يغسلوا الطوموبيلات وما بقيتش بغيتي تخدم. انا كنطلب من هاد المحسنين يتساعدوا معايا يعاونوني غنخلص عبويات وندخل نعس، ما بغيت حتى شي حاجه من عند الله. لان تقهرت بالزنقه وتقهرت بالبروده. راه المحطات ولا الزين كلهم عارفيني سيكيريتي. راه كنبات غير في الزنقه، ما عنديش وين غادي نمشي. ما طالبت شي حاجه، طالبه غير بيت نسكن فيه. ما تبقايش خرجي ولدك زعما؟ لا لا، انا ما غالي كري ليا. واش عارفه دير القضيه اللي كديري انت ديال السعيه بولدك راه ممنوعه قانون؟ لا لا، ماشي كنسعي بيه انا، ما كيبركش معايا الدري. الدري كيمشي للجرده كيبقى يلعب فيه حتى كنجي نديه. ما كتخرجيش بيه تسعي؟ لا، عمره ما برك حدايا، هما صحاب الوحده شاهدين فيا كاملين. عمر الدري ما برك حدايا.